هنروح لقطاع السياحة. موقع CNN بالعربية نشر تقرير عن مصر بعنوان أشبه بجبال الثلج، ما حقيقة هذه الجبال البيضاء في مصر؟ واستعرض الموقع ملاحات مدينة بور فؤاد في محافظة بورسعيد وما بها من جبال الملح الشاهقة اللي بتبدو شبيهة بجبال الثلج في أوروبا. التقرير أشار كمان إلى أن جبال الملح أصبحت بمثابة مزار سياحي يستقطب المصريين من شتى المحافظات المصرية لمشاهدة هذه الجبال البيضاء الشاهقة والتزلج كمان عليها لتصبح جبال للجليد خاصة بمصر. معانا على التليفون أستاذ وليد البطوطي الخبير السياحي. أستاذ وليد أهلا وسهلا بيك، وتابعت إزاي اهتمام موقع CNN بالعربية بالمعالم السياحية في مصر وخصوصا جبال الملح؟ أولا شكرا لحضرتك على الاستضافة. شكرا. الاهتمام حاليا بمصر لانه عماله الحمد لله دي نعمه من عند ربنا ان احنا بنقدم حاجات جديده وتنويع في المنتج. يعني زي ما بيقولوا خلينا نحط في الاعتبار كويس قوي ان مش دول كتيره قوي في العالم اللي يعني عندها او فاتحه او لسه ممكن السفر اليها الاعداد قليله جدا. فالمواقع الاخباريه على مستوى العالم بتدور على الاماكن اللي هي اوريدي لسه فاتحه او فاتحه، وكمان عندها اتضح ان عندها منتجات كتيره جدا، يعني لم تعد مصر سياحه شاطئيه فقط وسياحه ثقافيه زي الاهرامات والاقصر واسوان، بل عندنا تنوع جامد جدا، عندنا صحراء، عندنا تزلج، مش بس في تزلج على الجبال الملحيه دي، لا ده كمان عندنا في الساند سكي اللي هو يعني بيتزحلقوا على الجبال الكثبان الرمليه في الصحراء الغربيه، وفي عندنا السياحه ظهرت السنه اللي فاتت يمكن كانت لاول مره اللي هي الهايكنج اللي هي بيتمشوا ما بين الجبال. مصر عماله بتقدم الحمد لله منتجات كتيره جدا جدا جدا، وده قد يصعب الامور على مصدر السياحه لمصر في الفتره الجايه، لانه مبدئيا اصبحت القاهره ما عادش ينفع انه اللي يصدر لها سياحه يجيب السائح فيها يومين، لان احنا عارفين كويس قوي ان بافتتاح المتحف الكبير ان شاء الله هنزود الليالي السياحيه في مصر، واحنا عندنا ان شاء الله قريب افتتاح متحف الحضاره وموكب المومياات، كل ده احداث الميديا العالميه هتركز عليها، ما فيش احداث عالميه كبيره قوي تغطي على الحاجات دي، فهيبقى في مساحه كبيره جدا من التركيز عليها، وهذا هو من الذكاء اللي بتتبعه الحكومه المصريه ان كل شويه اما اكتشافات جديدة بيتعمل لها مؤتمرات صحفية ويتم الإعلان عليها، إما إنه إحنا كان عندنا بطولتين رياضتين عالميتين حاجات عالمية، وفي وقت إنه دولة زي اليابان قالت إحنا هنتابع التجربة المصرية، فأصبح ليها اسم التجربة المصرية، ولو نجحت التجربة المصرية في بلاد كتيرة جدا بتتتبع، فإحنا الحمد لله ربنا مدينا يعني الفترة اللي فاتت ده شيء من التعويض. في ناس تقول سياحة قليلة جايز، بس في سياحة في مصر مع كل ده الحمد لله، مش هقول يعني فين، ولكن أنا كنت في أحد المعالم الأثرية في مصر امبارح وكانت زحمة الحمد لله، الله أكبر كانت زحمة. الجنسيات قد تكون جنسيات معينة اللي هي قادرة تسافر وتجيلنا، ولكن في دول فاتحه وفي ناس بتيجي الحمد لله. مش زي باقي يعني في دول في العالم السياحه عندها صفر. في دول عاملين كرفيو، في دول عاملين اللي هو حظر تجوال. وفي بلاد بتقفل والكلام ده كله. احنا في نعمه الحمد لله. صحيح. والتقارير من هذا النوع يعني بتساهم اكيد في تنشيط السياحه، في التعريف بالمعالم السياحيه المصريه يا استاذ وليد. شوفي حضرتك في ناس بدات تقول بره احنا هنسافر. يعني هناخد التطعيم وبمجرد ما هياخد التطعيم هيسافر، هو التطعيم لا يمنع جائحه كورونا، ولكن الدعايه حتى اللي طلعت من مصر، من الدول اللي بتطبق الشروط والمعايير كويس جدا والحاجات دي كلها، والناس هتسافر، وانت عندك بقى حضرتك منتج عماله تزودي عليه وتعمليه زي ما بيقولوا انهانسنج او يعني تحسين، كل شويه بتعملي حاجات بتقدمي حاجات جديده، وزي ما بقول لحضرتك كمان في نقطه مهمه جدا اللي الناس بتبص عليها بره كويس قوي،
انه احنا عندنا شغل كويس قوي في البنيه التحتيه. ده نفسه يعتبر دعايه كويس. البنيه التحتيه، المدن اللي عماله تتعمل، مش عاوز اقول لحضرتك انه مدينه زي مدينه الجلاله والسخنه بدات يبقى لها مكان بره، خاصه انها على قرب ساعه من القاهره، والاجنبي ممكن اللي جاي بس بيزور القاهره ممكن يروح ينزل البحر الاحمر لانه ده حلم بالنسبه لهم. بعد كده عندك مدينه العالمين ان شاء الله، يعني خلاص قريبا سترى النور. المتحف الكبير المفروض ان هو جاهز من اكتوبر يمكن السنه اللي فاتت، ولكن هم بيراعوا دلوقتي وفي قطع بتتنقل، حاجات كتيره بتطلع من المخازن، في شغل، في حركه ايجابيه كويسه. وده اكبر دليل انه حضرتك انت نفسك كمحطه مهمه بتسيبي مساحه وبتدوا مساحه تكلموا عن السياحه في الاوقات اللي احنا فيها دي. ده اكبر دليل على انه انتوا بتتابعوا كمان بره الشبكات العالميه بتعمل ايه، وانتوا بتضغطوا طبعًا. على طبعا بتضغطوا، واخباركم نفسها انتوا كمان يعاد نشرها تاني، والتقارير دي كلها، لانه احنا من الدول زي ما قلت لحضرتك الحمد لله لم تغلق يعني وما زالت متاحة بالنسبة للسياح. طب بما ان حضرتك معانا يا استاذ وليد، شايف ازاي فعلا جهود الدولة بقى بشكل عام لدعم قطاع السياحة للخروج به من تداعيات ازمة كورونا؟ بص حضرتك الناس بس عشان نبقى يعني ما يبقاش الكلام بيتفهم غلط، الدولة بتعمل قدر المستطاع خلاص، ولكن النهارده انحصار السياحه ده لانه حتى لو انا عندي سائح عاوز يجي لي من دوله معينه هو مش قادر يركب طياره ويجي لانه ممكن يكون ما فيش طيران. الشركه الوطنيه شغاله الحمد لله، بل بالعكس بتشغل الخطوط. انا لسه شايف وقاري حاجه النهارده انه مثلا الدوله زي العراق عندهم عاوزين يبقى في خطوط وطيارات اكتر. احنا الحمد لله شغالين، احنا الحمد لله الدوله مش بتاخر، لانه اي حاجه تساعد واي حاجه تبني واي حاجه تساعد المواطن، لانه الدوله جت قالت هندي حزمه مساعدات بس ما تمشوش العماله. طب محتاجين فلوس؟ هنديكم. ما بقولش ان الفلوس كتيره او فلوس تكفي احتياجات الناس ولا كده، ولكن على قد ما بيقدروا بيحاولوا يحافظوا على العماله. ودلوقتي انا شايف ان في اتجاه كبير جدا او كبير جدا للتدريب ناس عشان نحافظ على العماله ونفضل في حيز المنافسه. لازم يبقى عندنا تدريب طول الوقت بالنسبه للعماله الفندقيه، المراكب الخمس نجوم، المراكب عامه، الفنادق والبنيه التحتيه. طول ما الدوله بتشتغل على البنيه التحتيه وبيشتغلوا عليها بجد، يعني انا القطاع اللي انا موجود فيه مثلا قطاع الارشاد السياحي، الدوله النهارده قايمه وبتشتغل عليه كويس جدا جدا جدا، انها مصممه انها تنقع الجداول وتفيد الناس اللي هي كانت دخلاء على المهنه، وهي تعمل عمليات اعاده تقييم لناس كثيره جدا. في شغل، في شغل لازم لازم نقول انه في شغل ايجابي جدا جدا جدا. اكيد هو دي الحاجات اللي كنا نتمناها. طب بالنسبه للسياحه بقى الداخليه، شايف ازاي مبادره شتي في مصر وما الذي نتجت عنه؟ الى اي مدى قدرت ان هي تروج يعني للسياحه الداخليه؟ الشتي في مصر او المواطن المصري هو البطل الحقيقي اللي على طول بيتدخل بجهاز التنفس الصناعي عندما تحدث ازمات في السياحه. المواطن المصري بيتحرك، اللي بيروح اسوان واللي بيروح الفيوم واللي بيروح سيوه واللي بيروح الغردقه وشرم الشيخ ومرسى علم وسهل حشيش، والناس بتتحرك في البلد كلها، وده اللي بيخلي المطاعم والفنادق والحاجات دي كلها شغاله. الدايره قد تكون الدايره الاقتصاديه داخليه، ما فيش عمله صعبه كتيره قوي جايه من بره، بس زي ما بنقول زي ما بقول لحضرتك العامل الويتر اللي في مطعم، العامل اللي في فندق، طول ما في حد بيسكن وبيتحرك وبيعمل ان واوت والحاجات دي كلها، في فلوس، في مرتبات بتدفع. اصحاب صناعه السياحه، اصحاب الفنادق، الناس دي يعني قعدت فترات كبيره جدا كانت بتدفع حقيقي، دي شهاده حاجه بيدفعوا من جيوبهم من مالهم. في ناس ما كانتش عندها المقدره لانه يبقى عندهم مديونيات وعندهم الدوله سهلت لهم شويه، وحركه السياحه ساعدتهم كويس قوي، على الاقل يخلي المنشاه ما
مفتوحه، يعني ما يبقاش هو بيخسر، لكن على الاقل يقدر يدفع المرتبات، يقدر يدفع الكهرباء اللي عليه، يقدر يدفع الحاجات اللي عليه ويفضل شغال. يعني لو في حاجه تتقال للسياحه الداخليه، وبالامانه كمان السياحه العربيه، تعظيم سلام. الناس دي شالت المره دي في الازمه، قد يكون عدد كبير جدا مش قادر حتى يسافر بره، وفي سياحه خمس نجوم جدا في مصريين، تمام، يعني اكثر من السياحه الغاليه الاجنبيه، كانوا بيجوا بيصرفوا بيصرفوا فلوس كويسه. وانا شفت موقف في الجزيره عند معبد فيلة اسف في اسوان، البياع بيبيع العقاق، فالست بتقول انا مش عاوزه جوزها، قال لها مش لازم تبقي عاوزه، انا عاوزك تشتري عشان انا عاوزهم يبيعوا. ده المصريين كده. عندنا منتج رائع، المنتج النوبي ده لوحده بقى، يعني ده قصه ثانيه بقى لوحدها، حضرتك تفتحيها حلقات ان شاء الله. عاملين دعايه جميله جدا لمصر بكرامهم وحبهم وحلاوتهم وكل حاجه. اكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا الخبير السياحي الاستاذ وليد البطوطي على وجودك معانا النهارده في المواجهه. شكرا ليك.